أول تحدي هو المستقبل المجهول اللي إحنا بدنا نعيش فيه. يعني هذا الشاب النازح اللي بده يعيش في إقليم كردستان ما يعرف شنو مصيره. يعني لو طالب جامعة سنتين ضاعت. كعاطفة نرجع بوقت التحرير، بس كون في مفخخات وفي قوات عسكرية يمكن ما تسمح لنا نفوت، بس لازم نكون أيضا بالبداية كمسؤولين، لازم نهيئ الطريق للشعب على مود يعود، لازم ننطي الأمل، لازم نروح نرتب على مود الشعب يكون عنده ثقة أنه الناس اللي رافقوا من النزوح إلى اليوم هم وياه هم اللي دا يرجعون للمنطقة فيقدرون يرجعون.